هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وكانت سنته في خلقه أن يبتليهم. يعني الله سبحانه وتعالى من سنته أن يختبر عباده عشان يعرف مين المقبل عليه ومين اللي مدبر عنه، مين اللي في حالة الابتلاء والضراء هيظل يدعو الله سبحانه وتعالى، مين اللي في حالة السراء هيظل متعلق بالله ولا هيتلهى وينشغل بالدنيا وزخرفها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالابتلاء بيكون بالاتنين، بالعطاء وبالمنع. طيب الفكرة الأساسية، هل الابتلاء معناه بغض الله للعباد؟ أبدا. بعض الناس تقول ده أنا عندي مشاكل الدنيا وده معناه أن ربنا متضايق مني، زعلان مني. أبدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. إذن يا صاحب البلاء، ابتلاء الله لك ليس دليل على بغضك ولا على غضبه عليك، بل قد يكون ابتلاؤه لك دليل حبك، زي ما سيدنا النبي يقول إن أشد الناس بلاء الأنبياء والأولياء. في نقطة مهمة جدا ينبغي على كل مسلم أن يتذكرها ويعيش فيها، وهي أن الله يراه وأن الله معه. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما من نجوى ثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. إحنا بنعتقد إن ربنا سبحانه وتعالى حبيب وبيحب عباده ومقبل عليهم، فلما يكون حبيبك شايفك وإنت في موقف الابتلاء، هل تعتقد إنه هو شايفك وسايبك من غير معنى؟ لا، هناك معاني من أجلها يبتلي الله سبحانه وتعالى العباد، وهناك معاني من أجلها يختبر الله سبحانه وتعالى العباد ليعلم إقبالهم عليه وليمحصهم وليختبرهم وليرفع درجاتهم. وفي النهاية يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لن يغلب عسر يسرين. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الشرح فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فسيدنا النبي قرأ هذه الآية وقال لن يغلب عسر يسرين.